لسه بنتكلم على الطفل، لأن المركز القومي لثقافة الطفل نظم قافلة، القافلة دي لمدينة سفاجة بمحافظة البحر الأحمر تحت شعار عيالنا. القافلة دي قدمت مجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية والفعاليات الثقافية للأطفال. تعالوا نتابع تفاصيلها من خلال هذا التقرير. بنشرف النهارده ان احنا موجودين في مدينه الغردقه بالبحر الاحمر. بالامس احنا اشتغلنا في مدينه الغردقه وقدمنا مجموعه من الفعاليات للاطفال ضمن قافله عيالنا اللي بنتعاون فيها مع وزاره الشباب والرياضه، وبنقدم من خلالها فعاليات مختلفه. النهارده موجودين في مركز شباب سفاجه، بنقدم مجموعه مختلفه من الفعاليات زي ورش الفنون التشكيليه اللي بنهدف منها لاكتشاف مواهب الاطفال وتنميتها، وبنخلي الاطفال كمان يتعاملوا مع المركز القومي ثقافة الطفل، ان احنا عندنا صفحة رسمية على الفيسبوك وعندنا موقع على الانترنت، فكمان بنقدر نخلي الاطفال ان هم يخشوا يتعلموا. عندنا ورش متخصصة زي ورش الرسم، عندنا عروض ترفيهية بتبقى موجودة على قنواتنا. بنتعاون على اكثر من اتجاه في تحركنا للمحافظات من خلال قوافل عيالنا، منها مبادرة حياة كريمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة حياة كريمة اللي بنتحرك بيها لمحافظات مصر وقرى مصر الاكثر احتياجا. كمان بنتعاون مع الشباب والرياضة، كمان بنتعاون مع المحافظات في ان احنا نوصل بيبقى في عدالة ثقافية زي ما بيقول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدالة ثقافية لجمهور أطفالنا أو لأطفالنا في محافظات مصر المختلفة. احنا النهاردة في مدينة سفاجة بصدد ورشة مهمة جدا من الفعاليات اللي بيقدمها المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب الكبير الأستاذ محمد عبد الحافظ ناصف. بنقدم ورشة الرسم بالموسيقى، وهي ورشة فيها قطبي الفنون التشكيلية والفن الموسيقي، وبنتعلم ازاي نسمع موسيقى وازاي نشوف الموسيقى وازاي نعبر عن الموسيقى اللي احنا شفناها بشكل فيه إبداع وفي رؤية مصرية جديدة من خلال مقطوعات موسيقية بنسمعها عالمية ذات طابع خاص. لازم تكون موسيقى هادية جدا، لازم تكون موسيقى السوفت ميوزك أو الموسيقى الناعمة زي ما بيقولوا. كمان الولاد بيسمعوا المقطوعات دي وبيبتدوا يتخيلوا، أو كل واحد بيروح لمنطقة معينة ومغمض عينيه، ده في الأول، وبعد كده بيبتدي كل واحد يعمل حكي للي هو شافه أو المكان اللي راحه، ويبتدي بعد كده يعبر عن الحالة دي بالرسم. احنا مش بنعلم رسم، احنا بنعبر عن الرسم بالموسيقى، يعني بنسمع الموسيقى وبنعمل تعبير عنها تشكيلي. في الحقيقة الفترة اللي فاتت شفنا اهتمام كبير قوي بالنشأ وفكرة اللي انت تشكل وجدان الأطفال دي تحديدا بالفن والإبداع والموسيقى والثقافة. يعني ده أسمى معايير التعبير وفكرة غرس قيم ومبادئ بعيدة بقى عن كل العنف، بعيدة عن التطرف، واستماع الموسيقى حتى علشان خاطر يطلعوا اللي جواهم، هي بتأثر تأثير مباشر على العقل وبتخليه في حالة استرخاء يقدر يخرج كل اللي جواه وكل الطاقات اللي جواه دي، يفجرها بمنتهى الأريحية ويقدر يعبر عن ذاته. يعني مستنيين أكتر من قصور الثقافة ومراكز الإبداع علشان خاطر نهتم بأبنائنا في هذا السن الحساس، لأن أنا بشوفه هو بداية تشكيل يعني أفكارهم ورؤاهم تجاه المستقبل.